مش هتزيد ومش هتقل، خلاص احنا ثبتنا على كده يعني. فمن هنا قلت طب خلاص يعني، هل ده بقى متاح بما ان انا عارفه ان كل الناس بيبطلوا رياضه عند سن ال 25 عند سن ال 26؟ طب انا ابتديت اصلا وانا عندي 20 سنه يعني، فمستغربه يعني. فلقيت ان الرياضه بتاعه ذوي الهمه هي ملهاش سن. يعني ممكن واحد من ضمن بقى الناس اللي انا قابلتهم وخصوصا في التنس، التنس يمكن انا عرفتها في 2009 لما كنت بره في امريكا. وما كنتش اعرف يعني ايه هيلعبوا ازاي تنس ارضي على كراسي متحركه، الموضوع كان شويه صعب ازاي على نفس الملعب الكبير قوي ده. فابتديت ان انا اشوف هو اقدر ازاي ان انا انشر اللعبه دي، وفعلا انا دخلت اللعبه دي مصر. النقطه اللي كانت بالنسبه لي مهمه قوي لما انا قابلت بطل العالم على في التنس على كراسي متحركه. التنس ليه 2 تصنيف طبي، يا اما شلل نصفي يا اما شلل رباعي. بس فانا قابلت بطل العالم ده كان شلل رباعي، ده حصلت له حادثه وهو عنده 37 سنه. وكان سليم خالص ما عندوش اي مشاكل، وابتدى يلعب تنس وهو 37. طب معلش، قعد 6 سنين وبعد كده بقى اول عالم. خليني بس برضو اتخيل يعني شلل رباعي يعني الاربع اطراف، الاربع اطراف مش بيتحركوا. طب ازاي بيلعب؟ في الشلل الرباعي في ناس منه بتقدر تحرك ايديها بطريقه بسيطه، وفي ناس تانية ما بتقدرش تتحرك خالص. أوكي. اللي ما بيقدرش يحرك ده كان بيلعب بكرسي بيتحرك كهربا، فبيحرك الكرسي كله بصباعه وبيرفع الكوره بصباع رجله. اوكي. وبيلعب السيرف. بس ده محتاج يعني مجهود اكبر بكتير من اللي ممكن اي حد عادي بي 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 بيعمله وهو ما بيلعب في الطبيعي يعني. هو مجهود جبار بصراحه. عشان كده يمكن التنس هو من احب الالعاب على قلبي. التنس لعبه صعبه محتاجه ان انت تكون بتحبها قوي وحابب ان انت تكمل فيها، لان هي مجهودها عالي وخصوصا على الكراسي. فعشان كده الموضوع كان صعب. يمكن الصدفه الثانيه لما انا كنت بتكرم في بطوله العالم لالعاب القوى، كنت حاصله على البرونزيه في 2013. فخدت البرونز، كان فرق ما بيني وما بين الاول والثاني 4 سنتي، بعد كده 5 سنتي. ف ده الفرق اللي خلى ان انا ما اخدش الميداليه رقم ده في رمي القرص. بعد كده فوجئت ان الاولى والثانيه اللي كانوا معايا كانت واحده عندها 68 سنه ما شاء الله، وواحده عندها 45 ما سنه ما شاء الله. فانت متخيل انا كنت واقفه جنبهم، انا اصغر منهم، انا كنت مكسوفه في الوقت ده، انا لو ما عرفتش اكسبهم يعني. لكن ويمكن ستيل هم الى الان بيلعبوا. يعني يمكن انا توجهت شويه للعبه الريشه، لكن العاب القوى هم ستيل لحد دلوقتي بيلعبوا وبينافسوا. يعني هم من المانيا ما شاء الله بينافسوا. فالرياضه ما لهاش سن خالص عندنا.